برشلونه السنه دي في لخبطه كده في بدايه الموسم، يعني النهارده بيتعادل مع اوساسونا 2-2 في الدوري الاسباني، وبتستمر معاناه برشلونه. المباراه النهارده جريزمان ما قدرش يعمل الاضافه، فوز واحد في ثلاث مباريات لبرشلونه حاجه مفاجاه وحاجه صادمه جدا، انك تتعادل ماتشين وتفوز في مباراه واحده في اول ثلاث مباريات في الدوري الاسباني، ده مش متعودين عليه من برشلونه، ممكن يتعود عليه من ريال مدريد للاسف يعني، بس برشلونه لا، يعني برشلونه والتشكيله الرائعه جدا اللي كنا بنقول انها هتاخد كل البطولات الموسم ده وتخش الموسم ده بقوه كبيره، الموضوع يختلف، ولكن يبدو ان ميسي هو يعني مش يبدو، يبدو ايه؟ هو نص او اكتر من نص قوة برشلونة، لو غاب ميسي بالتأكيد برشلونة بيخسر جزء كبير جدا من قوته.